تصدق إن معلومة طبية صغيرة من اللي بتلاقيهم متشايرين على فيسبوك ممكن تنقذ حياتك في يوم من الأيام؟ لكن لو قلتلك إن معلومة كيميائية بسيطة عن درجة الانصهار ودرجة الغليان ممكن تنقذ حياتك، هيبقى صعب عليك تصدقني؟ خليني أحكي لك حكاية حقيقية حصلت في التسعينات لمواطن أمريكي اسمه جورج ديكر. جورج ديكر كان عنده 35 سنة، ما بيدخنش وما بيشتكيش من حاجة. فجأة دخل المستشفى بالتهاب رئوي شديد، وبعد ما الدكاترة عملوا كل الفحوصات والتحاليل عشان يستبعدوا الأسباب اللي ممكن تكون وراء الالتهاب ده ما لقوش أي سبب، وحاولوا يعالجوا أعراضه لكن في الآخر ما لحقوهوش. الدكاترة حولوا الحالة للطب الشرعي عشان يعرفوا سبب الوفاة. دكتور الطب الشرعي سأل أهل ديكر ومديره في الشغل، وعرف إنه كان عنده هواية غريبة شوية. كان بيلف على عيادات دكاترة الأسنان ويجمع حشوات الأسنان القديمة اللي معمولة من الذهب والفضة. الحشو ده ما بيبقاش ذهب بس وفضة بس، لا، بيبقى مخلوط بشوية معادن. يعني حشو الذهب بيبقى مخلوط ببلاتين، وحشو الفضة بيبقى مخلوط بزئبق ونحاس أو معادن تانية. ديكر كان بياخد الحشوات دي البيت ويسخنهم مع بعض على النار عشان يسيحهم ويفصل الذهب والفضة لوحدهم ويبيعهم. ديكر كان قديم في الموضوع ده وعارف هو بيعمل ايه. المشكلة بقى انه لو كان يعرف بس شوية كيمياء ما كانش حصل اللي حصل له ده. ديكر عشان يستخرج الفضة او الذهب من الحشو المخلوط كان بيسخن الخلطة دي، وده بيخلي جزيئات المادة في الحالة الصلبة تبدأ تتهز بسرعة لحد ما توصل لدرجة تبدأ عندها في ذرات تفك من بعض وتتحول للحالة السائلة. فلما بتحول المادة من الحالة الصلبة للسائلة بنسمي العملية دي الانصهار او ميلتينج. درجة الحرارة اللي بيحصل عندها الظاهرة دي بنسميها درجة الانصهار او ميلتينج بوينت، ودي خاصية فيزيائية للمادة بتختلف من المادة للتانية. يعني الذهب بينصهر عند درجة حرارة 1064 درجة مئوية، البلاتين بينصهر عند 1768 درجة مئوية. عشان كده حلل الأكل بنعملها من الفولاذ المقاوم للصدى أو ستينلس ستيل عشان درجة انصهاره عالية بتوصل ل 1510 درجة مئوية، إنما علب الأكل البلاستيك مثلا ما بتستحملش، بتيجي عند 260 درجة وتسيح. جورج ديكر بقى كان بيسخن حشو الذهب المخلوط لحد 1064 درجة مئوية لحد ما الذهب ينصهر ويبقى في الحالة السائلة فينفصل عن الخليط، وبكده يبقى معاه الذهب النقي لوحده. لو كان جورج ديكر بقى رضي بشوية الذهب اللي طلعوا له وبس ايده ووشه وظهر كان زمانه صاحي وبيلعب معنا دلوقتي، لكن المشكلة ان عينه زاغت على شوية الفضة اللي في حشو الفضة. يسيبهم ليه؟ ما يفصلهم ويبيعهم برضه. قام سخن حشو الفضة لحد 962 درجة مئوية اللي هي درجة انصهار الفضة، لكن اللي فاتت عليه بقى ان الزئبق درجة انصهاره أقل من الفضة بكتير، يعني هيسيح قبل ما الفضة تبتدي تتمطع حتى. وهو عمال يزود درجة حرارة حشو الفضة بقى، ذرات الزئبق ابتدت تتحرك أسرع وأسرع، وكل ما يزود درجة حرارة أكتر يبتدي الزئبق يتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية، والظاهرة دي اسمها الغليان أو بويلينج، ودرجة الحرارة اللي بيحصل عندها الظاهرة دي بنسميها درجة الغليان أو بويلينج بوينت، ودي برضو خاصية فيزيائية بتختلف من مادة للتانية. درجة الغليان بتاعت الزئبق 275 درجة مئوية، يعني قبل ما الفضة تنصهر عند 962 درجة مئوية هيكون الزئبق اتبخر أساساً مش انصهر بس. مشكلة بخار الزئبق ده إنه لما الإنسان بيستنشقه بيسبب التهاب رئوي شديد ممكن يؤدي للوفاة زي ما حصل مع ديكر. للأسف لو كان جورج ديكر يعرف إن درجة الانصهار ودرجة الغليان بيختلفوا من مادة للتانية كانت المعلومة دي أنقذت حياته. إن جيت للحق، اللي قتل ديكر ما كانش الزئبق، اللي قتله كان أقدم مجرمين في التاريخ، الجشع والجهل.